نقلة أمامية بصورة ممتازة، بكري المدينة، أوبا! ركلة جزاء، ركلة جزاء، وبعد محاولة شوف الإعادة فلت ومر وعدى بكري المدينة وتقدم، وتدخل من سفيان الثيرية، ومباشرة لا يتوانى حكم المباراة جوزيف لابتيني في احتساب ركلة الجزاء الأولى لصالح المريخ. محاولة كانت أمامنا ومباشرة عانقت الشباك، تقدم للأمام ومحاولة وهبة هبة هبة في الجول، في الجول، هدف لصالح المريخ، واهتز يا مدرمان وافرح يا مدرمان، هدف أول وفرحة أولى للزعيم، كرة في سقف المرمى تعانق الشباك واحتفاليات في سقف مان، وارفع راسك انت مريخابي ان كنت صغيرا ام كبير، التي طال انتظارها لاربعين دقيقة يأتي بها علاء الدين في سقف المرمى، افرح جماهير المريخ، هدف اول في هذه المباراة، علاء ضحى في سقف المرمى، والفرحة في سقف مدرمان وفي سماء مدرمان، وضحى في سماء مدرمان علاء الدين بهذه المرمى، وضع افراح جماهيره في سماء مدرمان.